صافي كل واحد عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ميلود سمير رئيس جمعية لعبة الضمابي المحمدية. هذا اللقاء كيجري في إطار الاحتفالات بعيد العرش المجيد بتنسيق هذا اللقاء اللي نظمناه بتنسيق مع المجلس البلدي بمدينة المحمدية. بطبيعة الحال ما كانش غير الناس تاع المحمدية، كاين رئيس لا فيدراسيون ورئيس الجامعة الفرنسية اللي حب يشارك معنا، خصوصا وأن فرنسا هذه السنة خلال شهر أكتوبر ستنظم بطولة كأس العالم للضامة بفرنسا. حاليا حنا كنا كنقتصروا فقط على الضامة، يعني الضامة الإسبانية اللي معروفة عندنا، اللي معروفة كما كنقولوا اللعب البلدي، ولكن حاليا عندنا كنلعبوا جميع أنواع الضامات بما فيها الضامة يعني الرومي اللي معروفة على الصعيد العالمي بالضامة البرازيلية، زائد الضامة الروسية اللي كنا شاركنا فيها في السنة الفارطة في بطولة العالم. شنو الفرق اللي بينهم وبين الضامة المغربية؟ بصراحه ما كاينش شي فرق بعيد بالنسبه للضامة الدوليه، بالنسبه للفرق ما بينها وبين الضامة المغربيه، باستثناء الضامة الروميه اللي البيضاء كتزاد عندك الاحتمالات ديال اللاعب، يعني كتعود تلعب في واحد المجال اللي هو شاسع نوعا ما، لان البيضاء اللاعب كيقدر ياكل اللور وكيمشي لقدام، عنده جوج اتجاهات، يعني خاصك تكون اكثر حيطه وحذر، وخاص يكون عندك تفكير بعيد باش تلعب. بهذه المناسبة كنتهزوا هذه الفرصة وكنوجهوا الشكر ديالنا الجزيل للمجلس البلدي على المجهودات وعلى المساندة ديالته للجمعية، اللي صراحة ما عندنا ما نقولوا إلا أن هذا يوم تاريخي مشهود، وشكرا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. زار فرحاني النائبة الرابعة لرئيس المجلس الجماعي المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية. طبيعة الحال كما كتعرفوا بان الشعب المغربي غادي يحتفل ان شاء الله لو 30 يوليوز يعني بمناسبه ذكرى تربع صاحب الجلالة على عرش اسلافه الميامين، واستغلينا هاد المناسبه هذه باش ننظم واحد المجموعه ديال الانشطه اللي هي فنيه اجتماعيه ثقافيه رياضيه بطبيعه الحال اللي تخليد لهذه الذكرى هذه الغاليه. وكما شفتوا لان بدأناها بالتدشين ديال ساحه المسيره اللي دشنها وافتتحها السيد رئيس المجلس الجماعي، واليوم كما كتشوفوا حنا الان كننظموا واحد الدوري لعبه الضامه بالتنسيق مع جمعيه لعبه الضامه برئاسه اللي كيتراسها الاخ يعني ميلود اللي هو بطل عالمي واللي حصل المرتبه الثانيه في روسيا. بطبيعة الحال وغتوالى هاد الانشطه هادو كما قلنا، غير باش نذكروا عاوتاني باش نستغلوا هاد الفرصه هادي باش نشكروا للمساهمين والمشاركين في هاد اللعبه ديال الضامه. وكما كتعرفوا راه مشارك فيها حتى واحد البطل عالمي اللي هو بطل فرنسي وهو رئيس فيدراليه فرنسا للعبه الضامه اللي هو سيد فرانك لورون. كنرحبوا به بهاد المناسبه هادي وكنرحب جميع المشاركين والمساهمين. وبطبيعة الحال غتوالى هاد لعبه الضامه الى يوم غد، وكندعوا من يعني ساكنه المحمديه انها تجيب لمشاهده هاد اللعبه هذه اللي بطبيعه الحال كنا كنعرفوها يعني منذ زمن قديم. كان مجموعه ديال شرائح اللي هي كيتزاولها مجموعه ديال الشرائح الاجتماعيه سواء صغار او كبار، وما زالت الى حد الان، وبغينا نحتفظوا بهذا التراث هذا ان شاء الله واستمرار فيه، وغيتولى هذا النشاط هذا الى يوم الغد. وبطبيعه الحال هناك انشطه اخرى، غتكون هناك كذلك دوري في لعبه الشطرنج، كذلك دوري في يعني غتنظموا التنسيقيه ديال الطيجيسو للفنون الحرب، كذلك عاوتاني غتكون هناك اعذار طبي للاطفال. كندعو ساكنه المحمديه انهم يجيو يسجلوا اسماء ديالهم في قسم الشؤون الثقافيه والرياضيه اللي باقي وليداتهم ما يعني ما تمشي اعذار ديالهم، وغادي نختموا ان شاء الله وما نساوش كذلك غادي يكون هناك لي جو ديال الاطفال، يعني الالعاب ديال الاطفال غادي نصبوا لهم هناك لي شاطون غونفلابل. كندعوهم انه غادي يكون هناك اثمان رمزيه في حدود واحد 3 دراهم غتسقم هنا
هنا بساحة ديال المسرح، فكندعوهم أنهم يجيبوا وليداتهم باش يستمتعوا بهذه المناسبة العظيمة الغالية على أنفسنا، وإن شاء الله غادي نختموها يعني بحفل فني غادي يشاركوا فيه طاقات محلية، كذلك غادي يشاركوا فيه فنانين يعني معروفين على مستوى الوطني. وبهذه المناسبة هذه ما ننساش أنني نقدم تهنئة لصاحب الجلالة حفظه الله، كذلك نقدم تهنئة للشعب المغربي ولساكنة مدينة المحمدية، وشكرا جزيلا. السلام ورحمة الله. كريويل عبد السلام. الجمعية عضو في الجمعية. اللعبة كنشجعوا على اللعبة ديال الضامة، وفاتنا مشينا للبرتغال ومشينا لاسبانيا ولعبنا في الدول برا، وهذه المناسبة هذه حنا كنشجعوا هاد لعبة الضامة. وبالمناسبة جا رئيس ديال الضامة ديال فرنسا حتى هو تيشارك معنا هاد اللعبة. كتقول للناس المشاركين؟ حظ سعيد.